نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، وإليكم العناوين. القيروان تشهد نسقا بطيئا لحملة الاستفتاء في أسبوعها الأول. وفي باكستان ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات إلى 98 ضحية. أهلا بكم من جديد. شهدت حملة الاستفتاء في ولاية القيروان نسقا بطيئا منذ انطلاقها منذ نحو أسبوع، واقتصرت إلى حد الآن على عدد محدود من عملية الاتصال المباشر بالناخبين وتوزيع مطويات للتحسيس بحملة الاستفتاء. ولم تتلقى الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة إلى حد يوم الجمعة تصريحات بتنظيم أنشطة انتخابية أو اجتماعات أو غيرها بالجهة، وذلك وفق عضو الهيئة رضوان الفطناسي الذي أفاد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الهيئة تنكب حاليا على انتداب أكثر من 4500 عون لمكاتب الاقتراع سيتوزعون على أكثر من 600 مكتب اقتراع ب 313 مركز اقتراع بالدائرة الانتخابية بالقيروان. هذا وقد أضاف أنه تم انتداب 17 مكونا و58 عون مراقبة للحملة الانتخابية، كما تم تركيز شباك موحد للاستفتاء بقاعة بلدية القيروان المدينة يضم خلية مشتركة من عدة إدارات لإزداء الخدمات المتعلقة بحملة الاستفتاء، فيما تم تخصيص قاعات عمومية على غرار قاعات دور الثقافة والشباب والبلديات لاحتضان الاجتماعات الانتخابية سواء لمساندي الاستفتاء أو لمعارضيه، إلى جانب تخصيص قاعة الرياضة عزيز ميلاد كمقر لتخزين المواد الانتخابية وتجميعها. ضبطت بلدية سليانة والكريب من ولاية سليانة برنامجا يتعلق بتنظيم عمليات تجميع جلود أضاحي عيد الإضحى لتجنب تكدسها في أماكن متفرقة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. هذا وقد ذكر رئيس بلدية سليانة عبد الحميد العكرمي الهمامي في تصريح صباح اليوم السبت لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ذكر أن مصالح البلدية ارتأت تنظيم حملة لرفع جلود الأضاحي ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، ودعا متساكني مدينة سليانة إلى تجميع الجلود في الأماكن المحددة والتي تشمل نقطة سوق الخضار والغلال الأسبوعية، وبالحاويات في طريق بوعرادة، وبنقطة السوق الأسبوعية، ونقطة المنطقة الأثرية، وحاويات النفق وحاويات البلدية. هذا وقد أضاف الهمامي أنه تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية لتجميع الجلود مع إمكانية انخراط بلدية سليانة في حملات نظافة بالاشتراك مع المجتمع المدني. هذا وقد أشار إلى أن البلدية لم تتلقى أي مبادرة إلى غاية مساء يوم أمس الجمعة. دوليا، وفي باكستان ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات الناجمة عن استمرار هطل الأمطار الموسمية الغزيرة منذ مطلع جوان الماضي في أنحاء البلاد إلى 98 شخصا. هذا وقد أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان لها أعلنت مصرع 15 شخصا آخرين في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع عدد القتلى منذ مطلع جوان الماضي إلى 98 قتلا. وضربت الأمطار الغزيرة البلاد بكاملها تقريبا، بما في ذلك الجزء الذي تسيطر عليه إسلام أباد من وادي كشمير المتنازع عليه مع الهند، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وسيول وجرف الجسور والمنازل والحيوانات، لا سيما في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. القيروان تشهد نسقا بطيئا لحملة الاستفتاء في أسبوعها الأول. وفي باكستان ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات إلى 98 ضحية. نهاية النشرة، قدمتها لكم أحلام العامري. متابعة طيبة لبقية برمجتنا الإذاعية في أمان الله. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم.